السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من ضواحي مدينة الزمور وبالضبط بجماعة تنيس الشوكة، منطقة تنيس الشوكة. جينا من أمام هذا الثانوية التأهيلية ثانوية الورد. بطبيعة الحال كيف ما كتشوفوا التلاميذ كيخرجوا في هذه اللحظات لهنايا بعد ما أنه ندوزوا هذه المادة ديال الصباح اللي هي مادة ديال الفيزياء. حنا غادي ناخذوا استجوابات مع التلاميذ اللي غادي يتكلموا لنا على هذا كيفاش داز الامتحان، واش الامتحان داز مزيان ولا لا، شنو نوعيه الاسئله اللي حطوا لهم، واش الماموريه كانت سهله بالنسبه لهم ولا لا. غادي نشوفوا شي تلميذ من طبيب الحال. معنا واحد التلميذ من طبيب الحال. اجي هنا يعافاك. ممكن السلام عليكم، انت عبر المباشر عبر قناه شوف تي في، شنو ممكن تقول لنا على الامتحان ديال الفتره الصباحيه اللي دوزتو ديال الفيزياء؟ واه نهضر على راسي انا، نهضر على راسي. يعني حتى في المتناول كانوا لي كيسيون ساهلين هما نوعا ما معقدين صراحه. ما كنتيش خادم خادم وطنيه كثار وخادم وطنيه كثار ما دير والو صراحه، كان صعيب شويه بالنسبه للناس اللي ما حافظين، بالنسبه للناس اللي حافظين راه يقدروا. ونوعيه الاسئله في نظرك كانت في متناول الجميع ولا كانت غير بالنسبه للناس اللي موجودين؟ في المتناول كانوا معقدين. بحال دابا مثلا نقدر نقول لك مثلا غير مثلا الاسئله اللي معلقين بالميبيان، مثلا باين ميبيان ما كيعطوهاش لك، تشوف تتبين راسك وتعرف هذيك يعني هذيك المعادله اش خاصه اش المطلوب فيها. والحمد لله صراحه انا بالنسبه لي داز عندي مزيان. وفي نظرك بانوا لي كاين اللي متخوف، كاين اللي مسكين حاط ستيلو، كاين اللي شد من راسه كيبقى كيشوف، وكاين اللي تاو بحالك تبان كيبان لك راه خدام وخدام بصراحه ما شتوش في الاول. ساليش يعني نتايا شديتي الورقه طحشي عليها صافي. وسمعنا شي تلميذ في وسط المؤسسه انه ضبطوه في حاله غش. ما عندي حتى شي درايه بهذا الموضوع. ياك وفي نظرك نتايا في القسم ولا في القاعه اللي مخصصه للامتحان كانت شي نقلات ما كان شي بالنسبه للقسم؟ والا قلت ما كايناش والو يعني كانت القضيه مزيره. ما مزيرهش بالنسبه للاساتذه، ما كيخلعوكش في الاول اين فوق كتدخل كيبقاو يدعموا فيك. كيبقاو يقولوا لك ما تخافش راه كلشي غيكون في المتناول ولا وهي بخير صافي كتبدا. صراحة الأسئلة كان عندهم دور كبير بالنسبة للامتحان. واه حنا كنتمناو لك حد سعيد. شكرا. وحد موفق والله ينجحك. آمين. تبارك الله عليك. شكرا. كيف ما شفتوا مشاهدي قناة شوف تي في للاجتياز امتحان البكالوريا، كيف ما كتشوفوا امتحان هاد الدراري هادو جوج يلاه خرجوا. السلام عليكم، كيفاش كان الامتحان؟ بخير الحمد لله، كلشي في المتناول وفي المستوى ديال التلاميذ كاملين. كان زعما وانت بالنسبه لك نتايا؟ مزيان جاني مزيان. جاوبتي على كلشي؟ الحمد لله. صافي شي اسئله اللي كيكونوا صعاب شويه خاصهم شويه الخدمه والتركيز. وكيفاش كانت القضيه؟ مزيره؟ لا ولا مرخوفة ولا الأساتذة دايرين كانت شي نقلة في القسم ولا لا؟ لا والو. الأساتذة دايرين المجهود ديالهم في القسم عندنا. ما كانت نقلة لا والو، كلشي في المتناول. وانتايا؟ الحمد لله داز كلشي داز كاع الأمور داز بخير الحمد لله. داز الأمور مزيان؟ مزيان الحمد لله. والأسئلة كانت في متناول الجميع ولا غير بالنسبة للناس اللي موجودين ولا؟ بالنسبة للأسئلة كاين الأسئلة اللي صعاب شوية ولكن ما كيبغوا شوية التركيز الحمد لله جاوبنا عليهم. وانت كيفاش كان الاستعداد ديالك للامتحان في ديال الزمان ديال كورونا؟ الحمد لله دزنا الحمد لله مزيان. وجدتي داكشي مزيان؟
يعني غتجيب المؤدب ان شاء الله، غادي تنجح ان شاء الله. ان شاء الله كنتمنى لك حظ موفق. امين، الله ينجحك. بارك الله فيك. كيف ما شفتوا مشاهدي قناه شوف تي في، من طبيعه الحال التلاميذ مازال كيخرجوا من حجرات الدرس وكل واحد كيعبر الراي ديالو بطريقته الخاصه. كاين اللي كيقول لك بان الاسئله كانت في متناول، يعني مزيانه سهله، وكاين الشق الاخر ولا الجانب الاخر من التلاميذ كيقول لك بان الماموريه كانت صعيبه، كانت القضية صعيبة بزاف. كيف ما كتشوفوا انتم من امام مؤسسة الورد بتنيش، التلاميذ مازال كيخرجوا، ها هما كيف ما كتشوفوا. يلا يلا خرج واحد التلميذ، يعني التلاميذ مازال كيخرجوا من حجرة الدرس. فتحية لكم مشاهدي قناة شوف تي في، نتلاقاو في ذلك الحين، كنقول لكم الى اللقاء. السلام عليكم.